بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم يا أهل الخير. بنتكلم النهاردة عن موضوع تقدر تقول اختياري، وكل واحد حر في حياته وما ينفعش حد يجبر حد على حاجة، ولكن التبرير للموقف هو اللي بعيد تماما عن الدين، اللي هو الحجاب. بعض الناس يعني طلعت مخرجة بتقول لك أنا لو أنا محجبة كان زماني قاعدة في البيت، والحجاب ده عبارة عن عائق ليا في الشغل. ممكن من وجهة نظرها. نفس القصة اتكلمت على المساكنة وغيره وغيره، برضو حوالي 10 سنين وحاجات كتيرة جدا يعني خاصة بالشخص نفسه. ففكرة انت عندك الحرية في كل شيء، حرية الاختيار، لكن ما ينفعش البعض يطلع يقولك اصله مش حلال، اصل مش عارف ايه، والحلال والحرام والكلام ده، ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. لكن انت براحتك، كل واحد حر في حياته طالما ما بيضرش حد حواليه، وربنا يا رب يهدينا جميعا. اكيد هنتكلم اكتر مع شيخنا الفاضل والجليل الشيخ عيد اسماعيل من علماء الازهر الشريف. اهلا بك مولانا. اهلا وسهلا ومرحبا معالي الدكتور. ربنا يحفظك. تفضل يا مولانا. الله يحفظك. اولا بعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، احمد الله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. اشكر لك يعني غيرتك على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى حدود الله، والحقيقه هذا يعني واجب كل انسان ان يدعو الى الله سبحانه وتعالى على بصيره وعلى علم. واحنا زي ما قلنا لا اكراه في الدين، الله سبحانه وتعالى اسس هذا الاساس ليعلم كل انسان انه في النهايه يقف امام الله وحده ويسال وحده. لكن بنقول دائما وابدا كل من يتعرض للشاشة ويظهر إلى الناس أو على الناس أو يخرج على الناس لابد أن يضبط كلامه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، محسوب عليه يعني. لأنك لأنك في عداد المأخوذ عنهم، ربما هناك من يتابعك من الآلاف، أنت حر فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن أرجوك احذر أن تكون من الذين قال الله عنهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفعلون. لابد أن ينتبه الإنسان إلى أنه لابد أن يكون قيمة في المجتمع، وأن يحفظ أصول هذا الدين، ويحفظ ما تعارف عليه مجتمعنا. جميلة مولانا. طيب خلينا أقول أولا يعني موضوع واحدة محجبة أو واحدة غير محجبة، ما ينفعش نقول مين فهم أكثر احتراما، ده كله كلام فارغ وفاضي، أو مين الأفضل عند ربنا، أو مين الأفضل عند ربنا، ده كله كلام فارغ وفاضي ملاش علاقة أبدا بالحجاب. الاحترام والأخلاق والتربية ملاش علاقة، دي بشعرها دي محجبة، آخر حاجة ممكن نحكم على حد من المظهر أو بالشكل. لكن خلينا مولانا في البداية كده نتكلم، هل الحجاب إجباري ولا اختياري؟ بمعنى الموضوع حلال وحرام مباشرة يعني؟ لا، الحجاب فرض. تمام. فرض الحجاب، وكان الناس زمان قبل يعني مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتكليف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النساء في العرب يظهرن شعرهن ويظهرن رقبتهن، وأحيانا كان بيظهر شيء من الصدر. فأنزل الله تعالى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ففرض الله تعالى، وربنا سبحانه وتعالى بعد كده قال في القرآن الكريم: ولا يبدين من زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. إيه إلا ما ظهر منها؟ سيدنا النبي لما دخلت على ستنا السيدة أسماء بن سيدنا أبو بكر الصديق وقد لبست ثيابا شفافة تظهر ما تحتها، فسيدنا النبي نادها وقال: يا أسماء. أعرض عنها رسول الله بوجهه وقال: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وذاك، يعني إيه؟ الوجه والكفين. وده اللي أجمعت عليه علماء الأمة، أنه لا يجوز أن يظهر من المرأة إلا الوجه والإيه؟ والكفين. ربنا يكرمك يا مولانا. استأذنك ونروح لأهل الخير مع يعني بنقول فقرة الخير، ومعنا المجمع الإسلامي اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز بمحافظة الدهلية. هنشوف المجمع وصل ليه ونرجع مرة أخرى بإذن الله نكمل مع أهل الخير. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله تبارك وتعالى
كما ترون الآن هذه الصورة المشرقة، وضع حجر الأساس بفضل الله تعالى ورفع البناء مرة أخرى في المجمع الكبير بقرية أبو المعاطي الباز بمحافظة الدقهلية. الحمد لله رب العالمين أن وفقنا لهذه النعمة ووفقنا لهذا الخير. وذكرني هذا المشهد في الحقيقة بهذه الآيات القرآنية المباركة التي قالها الله تعالى في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يرفع قواعد البيت مرة أخرى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا هذا العمل واجعله خالصا لوجهك الكريم، وتقبل من عبادك المنفقين، وتقبل من عبادك القائمين على هذا المسجد المبارك، المؤمنين الذين وعدتهم بجنات النعيم في هذا البيت المبارك العظيم الذي حوته الكثير والكثير من أيادي الإنفاق والخير، الأيادي البيضاء من أهل الإنفاق من حضراتكم. انتقلنا في الحقيقة لنرى الصورة المشرقة التي ترونها الآن بفضل الله تعالى، وقد ارتفع البناء ووقفنا على صبة السقف لهذا المسجد بإذن الله تبارك وتعالى، وننتظر من حضراتكم التواصل، يعني بتأتينا الكثير من التساؤلات، إلى ماذا وصلتم في هذا المجمع الإسلامي الكبير الذي يخدم ما شاء الله ما يزيد عن 8000 من الأحباب والمصلين في هذه القرية المباركة العظيمة. الحقيقة هذا المسجد كان في البداية يعني قرابة 300 متر، الحمد لله رب العالمين تضاعف يعني العدد في المساحة بفضل الله تعالى، تضاعفت المساحة كما ترون، وبدأنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه المرحلة المهمة للغاية. لماذا أقول المهمة للغاية؟ لأنها تحتاج إلى الكثير والكثير من الدعم من حضراتكم، دعم مادي ودعم نفسي، وتدعموننا أيضا بالدعاء حتى يتمم الله الخير، وحتى يبارك الله الجهود، وحتى ينفع الله سبحانه وتعالى بهذا السعي العظيم. الحقيقة في هذا البيت العامر من بيوت الله سبحانه وتعالى الذي ترعاه المؤسسة المباركة جمعية سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، هذه الجمعية المباركة التي بفضل الله تبارك وتعالى قام على أمرها وعلى شؤونها مجموعة من أهل البر والإخلاص والأمانة، هؤلاء الذين يعني يعملون في المجال الخيري ما شاء الله تبارك وتعالى، كما علمنا منذ عام 2013 بفضل الله حتى هذه اللحظة الحمد لله رب العالمين افتتح الله على أيديهم الكثير والكثير من بيوت الله تبارك وتعالى. ربما لم تنتقل لحضراتكم الصورة، لم ننقل لحضراتكم هذه الافتتاحات العظيمة، هم دائما وأبدا يتوارون خلف المشهد، ترون الحقيقة العمل ولا ترون من قام عليه. لذلك نحمد الله تعالى أن سخر هذه الأيادي البيضاء وسخر هذه القلوب النقية لهذا العمل، وأحسب أن الله تبارك وتعالى اصطفى من عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن خير الناس قال أنفعهم للناس. فالحمد لله الذي يعني نفعنا بهؤلاء الصادقين المحبين للخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من ساهم من البداية في الحقيقة في مرحلة الإحلال وفي مرحلة الهدم قبل التجديدات. الحمد لله رب العالمين وجدنا المخلصين من كل مكان على مستوى الجمهورية من أهلنا الأفاضل. والله يعني تلقيت في إحدى المرات مكالمة من أم طيبة قالت والله الذي لا إله غيره أنا أتصدق الآن بيعني مبلغ ربما هو زهيد لكنه والله هو كل ما أملك، 2000 جنيه لكن كل ما أملك، سعيدة جدا إنها تواصلت وأنها تصدقت بهذا المبلغ. الحمد لله أن هناك مصداقية الحمد لله رب العالمين بين المؤسسة الكريمة وبين السادة المشاهدين الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم النعمة علينا.
زي ما حضراتكم شفتوا في تقرير المجمع الإسلامي اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد بمحافظة الدهلية، يلا بنقول يعني شغالين كويس وعايزين همة أهل الخير معنا. أي حد طبعا عايز يساهم في المجمع الإسلامي بيكون من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة، وزي ما حضراتكم كده شايفين على الشاشة الحمد لله العمل مستمر، لكن مش عايزين نقف، عايزين نكمل الموضوع على خير بإذن الله. اسمحوا لي ورحب بضيف الغالي والجليل الشيخ عيد اسماعيل من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا مولانا. اهلا الدكتور، ربنا يحفظك. ربنا يحفظك، تفضل مولانا. الله سبحانه وتعالى ان يتمها على خير. احنا الحقيقه شايفين انجاز الحقيقه من الانجازات العظيمه التي ترعاها مؤسستنا الكريمه، مؤسسه سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. صلى الله ان يبارك فيهم ويبارك في كل القائمين على فعل الخير، وكل اهلنا اهل الفضل الذين يعني يمدون ايديهم بالخير وبالعطاء، الذين يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى ويطلبون رضوان الله سبحانه وتعالى. والحقيقة هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده، يعني قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هو الإنسان ما هو إلا مستخلف على المال ومستخلف على رعاية الفقراء والمساكين. صحيح. وربنا قال كده وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي آية أخرى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم مباشرة. طيب. عشان ربنا يقول لك أنه دورك في الحياة أن توظف مالك وجهودك وطاقتك في كل أبواب الخير وكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب مولانا، كل إنسان فينا بفطرته في شيء جميل جواه حتى لو هو سلوكه غير كده، ولا الموضوع إيه بالظبط؟ الأصل في فطرة الإنسان أن الله لما فطر الإنسان فطره على الخير، وفطره على حب الخير، وفطره على العمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، يعني فطرته سوية. أيوة. ما يتأثر به بعد ذلك من نزغ للشيطان ومن أهواء ومن شهوات ومن اتباع طرق الضلال أو دعاة الضلال أو غير ذلك، هي دي اللي بتفرق بين إنسان سار على الطريق المستقيم وانحدر عن الطريق المستقيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ثم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. يعني ربنا بيقول لك هذا صراطي مستقيم، عبر عن طريقه بأنه طريق واحد. أما الطرق المعوجة قال ولا تتبعوا الايه السبل، يعني هناك طرق معوجة كثيرة جدا لابد أن تنتبه إلى الرسالة التي جئت من أجلها إلى هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة الله سبحانه وتعالى والعمل من العبادة، وصدقتك عبادة، وتوجهك إلى مساعدة الناس عبادة. كل ذلك ما دمت تنوي به رضوان الله سبحانه وتعالى يتحول إلى ميزان حسناتك فورا. طيب ما دمت تنوي به، نعم، فكرة النية هنا، النية يعني ممكن معظمنا أو كلنا بلا استثناء بنعمل معاصي، يعني مظبوط كلنا، نعم، يعني ربنا يحفظنا جميعا ويغفر لنا جميعا. بس الموضوع تلاقي دائما الإنسان فيه كده إيه، في حوار بينه وبين نفسه، تلاقيه يعمل المعصية ويزعل ويندم أو يندم والكلام ده. لكن فكرة الإصرار على الحاجة، مثلا أقول والله أنا ده نموت بالشكل ده ولا أكون كذا مثلا، يعني مثلا نفس المخرجة كانت بتتكلم على الحجاب تقول لك لا ده نموت أموت أفضل ولا أتحجب مثلا. نعم. مع العلم ناس كتير من إخواتنا أنا عارف إن هم غير محجبات، بس من جواهم عاملين حسابهم يعني إن شاء الله قريبا نتحجب ونظبط، لأنه أمر الله الخلف والكلام ده حتى. نعم. يعني وجواهم حلو قوي يعني. نعم. لكن فكرة دايما الإصرار على أي شيء سواء الحجاب أو غير الحجاب دايما لا أنا ماشي في وان وي مش هغير أبدا. نعم. شوف ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يعني إيه النفس اللوامة؟ النفس اللوامة التي تلوم صاحبها حينما يبتعد عن طريق الحق. لما يبعد تقوم النفس دي تشتغل معاه تقول له أما أنا لك أن تتوب إلى الله. ضميره ضميرك. بيسموها الضمير الحي. تمام. ضمير الحي يعني يعني كلما أذنب يعني أخطأ في حق زوجتي مثلا فهم يعتذر أنا آسف لو أخطأت في حقك، وذلك ليس عيبا، يعني ليس نوع من أنواع أنك بتصغر نفسك، بالعكس الذي يفعل ذلك هو كبير. صحيح. كبير عند الله وكبير في نظر الناس. حينما يخطئ في أمر من الأمور أو مسألة من المسائل أو فتوى من الفتاوى أو في عبارة من العبارات، حتى وأنا بتكلم عن الحجاب فأخطأت، مخرجة أخطأت، إيه يعني أنها تطلع بعد كده لما تنبه
بالخير. وعلى فكرة أنا ضد أن أنا أجلد حتى المخطئ. تمام. أنا حتى مع الذين أخطأوا والذين عصوا لابد أن نراجعهم. ربنا قال كذا معك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والحق أحق أن إيه؟ أن يتبع. صحيح. فلا مانع إذا أخطأ الإنسان أن يتوب إلى الله ويرجع الله سبحانه وتعالى. المهم أيوة. أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت بريء من الذنب. جميل. وليس أن تصر عليه. وربنا قال كذا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فشرط من جميل. شروط قبول التوبة عدم الإصرار على الذنب. ربنا يحفظك مولانا، استأذنك ونروح أيضا لعمل الخير نشوف إيه اللي معنا ونرجع نكمل معكم مرة أخرى مع أهل الخير. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا رسول الله. فرحة كبيرة النهاردة الحمد لله رب العالمين، فرحة فيها ترقب. فيها ترقب لماذا؟ ترقب لإتمام هذا العمل الكبير في المجمع الإسلامي الكبير بقرية أبو المعاطي الباز بمحافظة الدقهلية. ذلكم المجمع الكبير الذي يخدم ما شاء الله ما يزيد عن 8000 بالفعل مقيمين في هذه القرية، ويخدم ما يزيد عن عشرات الآلاف حول هذه القرية ممن يمرون عليها أو يستفيدون من هذا المجمع الإسلامي الكبير. ولما نقول مجمع إسلامي كبير فحضرتك بالتالي تفهم من هذا المعنى أنه مش بس مجرد مسجد للصلاة، وإنما هو مكان لإقامة الصلاة، ومكان لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، مكان لتعليم المواد الشرعية، مكان أيضا لمصلى للنساء، مستوصف طبي بإذن الله تعالى يستفيد منه عشرات الآلاف على مستوى محافظة الدقهلية ومحافظة الشرقية التي يفصل بينهما يعني مجرد سبحان الله ترعة على ضفاف هاتين المحافظتين الكريمتين. الحقيقة وإحنا جايين وإحنا مترقبين وسعداء وفخورين بما تم إنجازه. لماذا؟ كنا من فترة وجيزة جدا بفضل الله كنا نقف على أعتاب وبناية المسجد القديم. لو حضراتكم فاكرين الصورة كيف كانت، كان مسجد قديم وكان مسجد صغير جدا جدا، لكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله ثم جهود حضراتكم وتبرعاتكم وإنفاقاتكم وصلنا لما ترونه الآن. عملنا إيه؟ وضعنا الحمد لله حجر الأساس، السميلات وضعت بفضل الله تعالى، تأسيس الحمد لله على أعلى مستوى بفضل الله تعالى. ثم المؤسسة المحترمة مؤسسة سيدنا عمر بن عبد العزيز لم تبخل باستشاري محترم ما شاء الله مهندس كما سمعنا من أهل القرية هنا، قائم على متابعة المجمع الإسلامي بفضل الله تعالى بخطى ثابتة. وصلنا إلى مرحلة بناء الحمد لله الحوائط كما ترون، ووضعنا الحمد لله رب العالمين لبنة الأساس لصبة السقف. طبعا وإحنا بنسمع من أحبابنا هنا عرفنا أن المسجد لأنه ما شاء الله تبارك الله على مساحة يعني تقترب من 800 متر تقريبا، محتاج ما يقرب من 40 طن حديد فورا عشان العمل ما يتوقفش، محتاجين ما يقرب من 90 طن أسمنت، محتاجين الكثير والكثير من الرمل ومن السن أو الزلط. المهم أن إحنا بفضل الله تعالى وصلنا لمرحلة يعني نسعد ونفخر بها. قدام المجمع مدرسة بفضل الله تعالى يعني بسأل أحبابنا فيها قالوا يعني ما شاء الله العدد يزيد عن 500 طالب وطالبة في هذه المدرسة، أيضا بإذن الله ينتفعون من خدمات التعليمية لهذا المجمع الإسلامي الكبير. أيضا مدرسة مجاورة أيضا لهذا المجمع في الاتجاه الآخر، علما بأنه المجمع أو المسجد الوحيد في هذه القرية بفضل الله تعالى الذي يخدم كل هذه الوجوه التي تحب الخير. سمعنا من بناتنا هنا اللي جابت الحصالة بتاعتها وتصدقت باللي فيها بعد ما جمعت فيها مبلغ من المال، بدل ما تشتري لعبة أو تشتري حتة شوكولاتة تاكلها أو بعضا من الحلوى قالت بيت الله أولى. مؤكد إن ده ما خرجش إلا من بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى أيضا اللي ربت وعلمت وكبرت على حب الخير. لماذا؟ لأن ذلك دلالة الإيمان. ربنا هو اللي قال كده في القرآن الكريم سبحانه وتعالى، قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله
من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الله أكبر. ولم يخش إلا الله، لم يخش من الفقر، لم يخش من ضيق الحال، لم يخش من المسؤوليات، يعلم تمام العلم ويقينا أن الصدقة تعود إليه أضعافا مضاعفة بإذن الواحد القهار. من تصدق بصدقة في هذا البيت المبارك ضاعفها الله له أضعافا مضاعفة. ماذا تنتظر؟ يعني اجعلها الآن بإذن الله نية خالصة لله سبحانه وتعالى. لن يسبقني إلى الله أحد، ولن يسبقني إلى الجنة أحد. نعم، فرسول الله بشرنا من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الجنة مع سيدنا رسول الله، يفرح بنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما وأبدا أقولها لله، وأسأل الله أن يتقبل وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. بادر وساهم واحجز مقعدك في الجنة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. زي ما حضراتكم كده شفتوا المجمع الإسلامي اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز بمركز بني عبيد بمحافظة الدهلية. فكرة إنه يطلق عليه ويبقى اسمه المجمع يعني جاية من تجميعة كده، تجميعة وتجميعة تفتح النفس زي ما بيقولوا، يعني مكان هتصلي فيه، مكان هتحفظ فيه القرآن، مصلى للسيدات، مستوصف طبي أو خيري. فتخيل ده كله لأهلنا هناك في قرية أبو المعاطي الباز. فكرة إنك دايما تكون دل على الخير شيء كويس جدا، فكرة إنك تكون مصر على عمل الخير كويس جدا، سواء معك فلوس أو ما معكش فلوس. عمل الخير بس يا جماعة مش مجرد إنك تكون رجل غني ومبسوط، يعني مش معنى كده إنك هتفضل لو أنت ما معكش فلوس هتفضل والله هبقى من رجال الخير لما ربنا يكرمني، لا والله أبدا. يا ناس معهم ملايين وأكتر من ملايين كمان ورغم ذلك ولا لهم أي علاقة بعمل الخير، وناس معهم ملاليم والله وهم بالفعل كلمة رجالة دي قليل عليهم، فعلا رجال من أهل الخير وبيسعوا في عمل الخير. ده المجمع الإسلامي، أي حد عايز يساهم فيه يقدر من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة، وأكيد الشيخ عيد إسماعيل له تعليق على الموضوع. فضل مولانا. والله أعجبني جدا يعني إسقاط حضرتك وده شفناه في حقيقة الأمر، وذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والقرآن عظيم وتشبيه رائع. ربنا يقول في القرآن لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. في الجمال بقى هنا لينفق ذو سعة من سعته، تمام، ما قالش لينفق ذو مال من ماله، لأنه مش كل الناس هيبقى معها المال. السعة إيه والمال إيه؟ صلي على سيدنا عليه الصلاة والسلام. السعة دي مقصدها أنه مش بس الرزق زي ما حضرتك تفضلت في البداية، تمام، مال الرزق ده ممكن يكون ولد صالح، الرزق زوجة صالحة، الرزق عافية في بدنك، الرزق أنك ما يبقاش عليك دين لحد، تمام، الرزق أن ما حدش يخبط عليك ويقولك هات اللي عليك، الرزق أنك تبقى مستور مجبور، عندك صحيح. قناعة، عندك رضا، الرزق انك تبقى محبوب من اهلك ومن الناس، الرزق ان لما يحصل حتى مشكلة في حياتك تلاقي لها مخرج من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني تلاقي الامور متسهلة في حياتك. ذكر ربنا يقول لك لينفق ذو ساعة من ساعتي، اللي يقدر ينفق من اي شيء، من ابتسامتك دي انفاق، تمام، تبسمك في وجه اخيك ايه؟ صدقة. سبحان الله والحمد لله صدقة. افراغك من دلوك في دلو اخيك صدقة. الصدقة هنا مفهومها بشكل أوسع. ربنا يقول لك لينفق ذو سعة، اللي ربنا موسع عليه بشيء، ها، تمام، يوسع على خلق الله منه. ومن قدر عليه رزقه، اللي بقى شايف نفسه مضيق عليه في المال، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي إيه أهانني. في الثانية أهانني، الأولانية أكرمني. طيب ليه ربنا قال كده؟ لأن الإنسان لما بيضيق عليه بيظن أنه هو كده ملوش مخرج، لا، المخرج هنا، أيوه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق
مما آتاه الله. الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، على قد ما تقدر. اللي عاوز ربنا يرزقه بمئة ألف يتصدق بالعشر تلاف، اللي عايز ربنا يرزقه بعشر تلاف يتصدق بألف. ربنا اللي قال كده من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، وفي آية تانية من جاء بالحسنات فله خير منها. وبعدين ربنا قال لك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيه؟ حبة. حبة. تخيل كده حبة واحدة بس غرست أنبت. في الأرض ها؟ فأنبتت سبع سنابل. طب دي الأرض أيوة. ما بالك بالكريم سبحانه وتعالى طبعًا. اللي طبعًا. تتصدق عنده بصدقة الله أكبر صاحب الدنيا كلها طبعًا. ها قال والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء. يعني أنت في كل الأحوال فائز ورابح عند الله سبحانه وتعالى ما دمت تنوي الخير فأنت بخير ورب الخير يأتيك بكل الخير. يا رب الخير. ربنا مولانا حرك بتقول وأنت فائز للمشاهدين كده نعم. يعني لما تلاقي في حزمة كبيرة كده أو تلاقي مجموعة كبيرة والكلام ده فيا رب نكون منهم رب. علشان لما تبقى الجنة يعني زي العرض بس نعم. سماوات وأرض والكلام ده وتلاقيك أنت لا قدر الله خارج من الموضوع ده ليه يعني ليه رب. أكيد ربنا رب يجعلكم من أهل الخير المحبين دايما للخير والدالين دايما على عمل الخير. ربنا يحفظكم جميعا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور. شيخنا الفاضل الجليل الشيخ عيد إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، وأيضا شكرا جزيلا لحضراتكم. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.